إذن مشاهدي الكرام متتبعي قناة بلا زواق تي في، اليوم بإقليم الرشيدية جهة درعا تافيلات كنحضروا اللقاء الثقافي الفني تحت شعار هوا زيز بتنظيم من جمعية فسيفساء للثقافة والفنون وبدعم من مجلس الجماعي بإقليم الرشيدية، كذلك المندوبية الجهوية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بجهة درعا تافيلات. معنا رئيس جمعية فسيفساء للثقافة والفنون اللي غادي يحدثنا على هذا اللقاء ومدى النجاح ديال هذا اللقاء وما هو باش يوعدوا الناس المهتمين بالشؤون الثقافية والفنية بجهة درعا تافيلات. أهلا وسهلا السي أستاذ حسن عيي، مرحبا، شاعر وثقافي بجهة درعا تافيلات. مرحبا، شكرا لك. هذا اللقاء اللي كيجي في أواخر شهر رمضان ما هو إلا لقاء ثقافي فني نريد من خلاله باش نأسسوا الجمعية ديالنا لأنها حديثة العهد، وبالتالي بغينا نساهموا في بلورة العمل الثقافي الجاد بهذه الجهة كلها وفي الوطن ديالنا الحبيب وفي هذه المدينة هذه. نعم أستاذ الحسن، كذلك من كنشوفوا أن جمعية عهدة العهد، أشنو هما الطموحات ديال الجمعية؟ بماذا تراهن الجمعية من أجل الاستمرارية؟ واش كتبقى محصورة غير في جهة درعا تافيلات أو عندها صيت على المستوى الوطني؟ بالنسبة لهذه الجمعية هذه فسيفساء للثقافة والفنون، الاسم ديالها هو كيدل عليها، لأن فسيفساء هي مجموعة ديال المكونات اللي كتشكل المنطقة ديالنا والمغرب الحبيب، فكنلاحظوا بأن كاين مكونات ثقافية عديدة، هناك مكون أمازيغي، مكون صحراوي حساني، ومكون شمالي وتشلحيت وعبري أيضا، وبالتالي هذه المكونات كلها هي اللي كتشكل هذا الفسيفساء الثقافي المغربي. فنحن وفق البرنامج ديالنا او الاهداف الاساسيه في القانون الاساسي كنعملوا على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي، كنبرزوا داك الثقافه ديالنا يعني وما كنخليوهاش باش نساهموا قدر الامكان باش ما تنضرت، وبالتالي كتكون هي واحد النوع ديال كنبرزوا ما يميز المغرب، ما يميز المغرب، وبالتالي فكل قطر عنده الثقافه ديالو الخاصه، وخاص الناس ديال الثقافه هما الذي يجب ان يعتنوا بثقافتهم وابرازها. فكتعرفوا الثقافه هي كلام اللي هو واسع بزاف، كي مثلا الزي، مثلا الماكله ديال المنطقه والتراث الشفهي ديال المنطقه، ومجموعه ديال المسائل اللي هي كتشكل الثقافه المحليه ديالها، وهذه الثقافه هذه خصها الناس ديال الناس اللي يبرزوها. فكما شاهدتوا اليوم عندنا امسيه فيها زجل، فيها شعر فصيح، فيها شعر عامي، فيها اغنيه تراثيه ديال المجموعه ديال البلدي ديال رضا وجلولي، فيها ايضا مجموعه ديال ترابوت نتكزوين، هو واحد المجموعه امازيغيه اللي شرفتنا، وبالتالي خلات يعني في قاعه وحده هناك اذواق مختلفه، وبالتالي كل واحد تمتع واستمتع بهذا الثمر الرمضاني. نعم استاذ الحسن، كذلك واش ما كتشوفوش من اجل تطوير الجمعيه الثقافيه والفنون ان تخلقوا شراكات او اتفاقيات مع مجموعه ربما مؤسسات تابعه للدوله او كذلك جمعيات موازيه في هذا القطاع ديال الثقافه والفنون؟ بالفعل حنا هنايا في هذا السمر ديال اليوم راه كاين جمعيات كثيره، راه نقول لك شي 4 ولا 5 ديال الجمعيات، يعني في هذا الاطار ديال التعاون والتلاحم كنخدموا وكنعملوا سويا باش نعطيو واحد المنتوج ثقافي اللي هو مادي ولا مادي. وحنا كننسقوا العمل الاول اللي دارت الجمعيه بعد تاسيسها، مشينا حيينا واحد اليوم في مدينه ميدلت، وعندنا مشاريع ان شاء الله
وطلينا حتى على ما هو تربوي في مؤسسه التربويه، وكنشكروا بهذه المناسبه المديريه الاقليميه اللي فتحت لنا الابواب. وهذه هذا جانب. جانب اخر، عندنا مشاريع في ورزازات وفي هذا، غادي نشتغلوا في الجهه ديالنا وفي المدينه ديالنا. هذا السمر ديال اليوم جينا اول لقاء داخل المدينه الرشيديه، انتم شفتوا الحمد لله الحضور، وما عندنا ما درناش عاد ديك الاشهار يعني بشكل كبير باش يحضروا الناس، ولكن راح كان حضور ديال 60 ولا 70 واحد الحمد لله. يعني مبدئيا ان الساكنه وحتى المهتمين بهذا الشان هذا انهم شغوفين ان تكون هذه اللقاءات التواصليه كذلك دائما في الجهه الثقافيه. دائما في كل لقاء ثقافي فني كنلاحظوا الاقبال ديال الناس، وهذا الاقبال اش كيدل؟ يدل على ان الساكنه والمهتمين والمتتبعين في حاجه لهذه اللقاءات التواصليه الفنيه. فما يمكنش تكون واحد المدينه اللي بحال مدينه الرشيديه اللي هي كتعتبر دابا عاصمه الجهه ومدينه كبيره وصاعده ان شاء الله، باش خص يرافق هذا التقدم وهذا يعني التطور، يرافقوا الجانب الفني والادبي والثقافي، واللي كتزخر كذلك جهه العتافيلات بمزيج من الثقافات والفنون، وعلى اسم على مسمى كجمعيه فسيفساء للثقافه والفنون. يعني كانت تعرف جهه العتافيلات واحد الفسيفساء من بعد اقليم ميدلت والمآثر التاريخيه ديالو، اقليم الرشيديه كذلك مرزوقه الرصاني اللي كتعتبر اقليم الرشيديه ان محض الحضاره العلويه الشريفه اللي كتمتاز بهذا الفسيفساء من الثقافه والفنون. كما اشرت في الكلمه ديالي ان الرشيديه هي النبض ديال هذه الثقافه ديالنا. وكنلاحظ انا بان وراك اشرتي لها بان هناك تنوع وفسيفساء للثقافات، وهذا الشيء كله كيخدم حتى التعريف بالمنطقه ديالنا، وكيخدم السياحه، كيخدم السياحه ديالنا. كيف الى ما كنعبروش حنا وكنبينوا المميزات ديال السياحيه ديال المنطقه ديالنا، كيفاش غادي يعرفوها الناس؟ راه حنا هما كلنا من كتاب ومن شعراء ومن فنانين، راهم هما السفراء ديال السياحه وديال هذا الزخم اللي كتعرفوا المنطقه ديالنا. راه قلتي مرزوقه، وعندنا ميدلت راه فيها الثلج دابا في الجبل ديال العياشي، وعندنا مناظر ديال دانس اللي معروفه بموسم التفاح، كذلك قلعه مكونه اللي معروفه بالورود، وكذلك عاصمه الجهه او عاصمه المملكه المغربيه لارفود اللي معروفه بالتمور بالموسم ديال التمور، يعني باستقطاب السياح. هذا واش ما كيجعلش ان الرساله ديالكم غتمشي حتى للمسؤولين من اجل تاهيل القطاع السياحي والفلاحي بالمنطقه، مع كما نقولوا ان حضور ديال الحوض المائي مؤشره ديال الفرشه المائيه اللي هي قطاع حيوي هو اللي كيخلي الحياه في جهه العتافيلات بشكل عام. كنحييك على هذه المداخله ديالك وعلى السؤال ديالك اللي هو قيم واللي فرضه الوقت. مثلا العتافيلات هي ما كتعيش واحد تنظيم ديال الامطار بشكل هذا موسمي. حنا راه مقبلين على ظاهره الجفاف، وحنا مقبلين على الظاهره هذه. خاص الناس كاين بعض التغييرات وفرض نفسها علينا على الساكنه وعلى هذا، باش نعرفوا بان هذه القيمه المائيه ديالنا خصنا نعرفوا كيديروا نتعاملوا معها، كيديروا نتعاملوا معها، لان الفرشه المائيه كنتمناو باش تنتعش، باش الواحه ترجع تكون فيحاء وتكون مخضره ومعطاء الى غير ذلك، تكون واحد التوعيه وتحسس من اجل التدبير ضروري. وفي هذا الباب هذا انا كنشوف بان الجمعيات كاين شي حاجه كتفرض راسها. مثلا الجمعيات خاصها تهتم حتى على المساله ديال ندره المياه، فهمت، وتشتغل على هذا الجانب وتحسس وتوعي الناس، باش الناس ما يبقوش يتعاملوا مع هذا الكنز ديال الماء بواحد الشكل اعتباطي، وبالتالي غادي ماشي غير الواحد اللي غادي يتضرر، ولكن الحياه كتضرر. اذا ف المنطقة ديالنا حبنا الله سبحانه وتعالى بالمناظر وبالتضاريس الجغرافية المتنوعة،
وحنا خصنا نشوفوا راه الدوله كدير جهد كبير، راه داكشي ديال الحوض المائي هنايا الى غير ذلك راه كيشتغلوا وكيجيبوا مقاربات جديده الى غير ذلك، لكن حتى الدوله هذا لا يكفي، تيبقى دائما عبء على الدوله، لكن كذلك حتى المجتمع المدني له دور اساسي في هذه الناحيه هذه. هذا هو الدور ديال المجتمع المدني من جمعيات الى غير ذلك وويداديات، هذا هما الدوله راه ما كتقصرش في هذا الجانب، راه كتساعدنا، والدليل هو اننا احنا اليوم هنا. شكون اللي ساعدنا هنايا؟ راه السلطات اللي بهذه المناسبه كنشكرهم، يعني وقفوا معنا وسهلوا لنا ويسروا لنا باش كذا، وانفتحنا حتى المؤسسات العموميه والشبه عموميه، بحال مثلا المؤسسه ديال المكتب ديال الاستثمار الفلاحي بالرشيديه، يعني تقبلوا الفكره ورحبوا بنا، والسلطات المحليه كذلك. لولا هذه المساعدات اللي كاينه ما غاديش نحضروا اليوم وكذا، وعندنا مشاريع كبيره، مشاريع كبيره كتهم الشباب، كتهم فئات ديال المجتمع، من النساء من اطفال الى غير ذلك. حنا دابا راه حنا في البدايه ديالنا، يعني هذا ربما غادي نقولوا انه نسميوه انه توجه نحو الاستثمار في الطاقه البشريه. نعم، لان دابا العصر اللي جاي مستقبلا هو العنصر البشري. الى العنصر البشري يعرف كيدير يتعامل مع المحيط ديالو، مع البيئه ديالو، مع الـ 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 يعني الـ المسائل اللي كتهم الصناعه التقليديه، كتهم الفلاحه، كتهم مجموعه ديال المسائل. دابا الجمعيات الثقافيه راه ماشي غير تشتغل مثلا في الشعر ولا في هذا ولا هذا، ولكن دائما خص ينعكس العمل ديالها على الميدان، على الواقع، اشنو غادي نضيفوا لهاد الناس، هاد الناس هادو باش يستافدوا من في الحياه ديالهم، من مجموعه ديال المسائل اللي كتحالهم البلاد ديالهم. فالحمد لله المغرب في تطور كبير، وخصنا نواكبه، ما يمكنش حنا نشتغلوا بواحد الطريقه اللي هي ديال واحد العهد فات. احنا مقبلين على باش نجاريو التطور اللي كيعرفوا المغرب، والحمد لله راه الامور غاديه، اللهم لك الحمد. غير خصنا حنا نوعاو بهذا الشيء، بالمصلحه ديال الوطن ديالنا، وبالاهداف البعيده اللي كيرمي لها الوطن ديالنا، وننفعوا راسنا وننفعوا المجتمع ديالنا. شكرا لك الاستاذ الشاعر الثقافي ممثل المجتمع المدني باقليم الرشيديه، ولا الجهه كتفتخر بمثل هاد الاشخاص هادو. من هنا مشاهدي الكرام متتبعي قناه بلا زواق تي في، مع حضرنا لهذا اللقاء الثقافي الفني بتنظيم من جمعيه فسيفساء للثقافه والفنون تحت شعار هوا زيز، كنتمنوا المزيد من النجاح. والى هنا مشاهدي الكرام متتبعي قناه بلا زواق تي في، نحييكم من اقليم الرشيديه جهه الضرعه في لاز، تحيه لكم مشاهدي الكرام.